امبارح جوزي بيقول لي الواحد صحته راحت وشعره شاب. طبعا انا مرضتش ارد، لاني لو كنت رديت كان هيبقى انفجار بكابورتي من العيار تقيل، وكانت هتبتدي وصلة ردح ملهاش اخر. صحة؟ صحة ايه يا ابو صحة؟ جالك وحم ولا ترجيع ولا مغص؟ لا. جالك عيل يخبط في ظهرك ولا جريت عند دكتور النساء في نصاص الليالي؟ لا. اتسحب منك كالسيوم وفيتامينات اطنان مطننة في الحمل والولادة لحد ما اسنانك باشت وعضمك وجعك وبقى يزيق زي المكن. لا. عارف يعني ايه طلق او قيصري بعد البنج؟ هتعرف منين؟ عارف يعني ايه واحدة تيجي تقولك وانت لسه خارج من العمليات خدي رجعي النن علشان تتعود؟ لا برضو ما عملتش كده. ولا اتنين ممرضات عاملين زي الغفر اي رايا وسكينة بالظبط ما يفروش عنهم حاجة، يجوا بعد العملية بساعات يقولوا لك يلا يا سبع هنحميكي. لا هتجربها ازاي دي ولا بواخذة يعني؟ طب جربت تصحى من عز النوم عشان ترضع كأن حد بيصحيك من غيبوبة؟ جربت تشيل طول الليل؟ طب القصد على اللبس الجديد ولا بكون لسه مستحمية لازم بعد ما استحمى قصد على طول عشان ما تهداش خالص؟ مش عارفة اقولك ايه. جربت